فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يلبس الإنسان أكثر من جوربين ويمسح على أيهما شاء؟ لا، يمسح على الأعلى، وإذا بدأ المسح على الأسفل ثم لبس عليه الأعلى يصير المسح على الأسفل. العبرة ببداية المسح على الأعلى يستمر على الأعلى، على الأسفل يستمر على الأسفل ويخلع الأعلى عند المسح. نعم.